حمد احمد ها شنو جاب خلنا نسمع علموني وش مسودسات المسامير ليه سموها مسودسات المسامير عطنا البيت مال مسودسات المسامير ضيعتها الله يعينك تلقى فيها غير وزايز الشعار ما حد انه قدا فيها مال السبق وفيها مال الخير وفيها مال الموت فيها زبدها وانذار عج مسودسات المسامير مسودسات المسامير حضرت باللي ما بخلت في جهادها شقرا لها ماركه قديمه وتقدير وانطبت الميدان تسبق بيدها حوافر رجولها يمكن وصف لي مو بحذف كذا قل كذا 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 فنت يمكن المسامير اللي يدقونها على حوافرها سته اللي برجلها والله اني قلتها لا تقول لي حوافر انا اقول اللي على رجوله بس لا 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 تقول حوافر كلهم سمعوك لا تروح تبل حذوه انا اقول ما اعرف حذوه ماني خبير انت كان قلت الحذوه اللي في الحافر انت تقول في الحافر انا ما ودي اقول لك وش هو قال الحافر ابوي ايه بس ماني عارف هذه الحديده اللي تبطن الحافر من تحت فيها سته مسامير ثلاثه في القوس هذا وثلاثه في القوس ذا صح عشان كذا عشان تثبت سته مسامير سموها مسودسات المسامير تذكر يوم كنا في الاسطبل يوم سالتك سؤال يوم قلت لك صدق ان الخيل تدع الرعيها نعم تقول لها الفرس العربية اللهم انك خولتني عبد من عبادك فاجعلني احب اليه من ماله وولده وكل الخيل تدعي لك خاطرة تدعي خاطرة كل ما تشوف الفرس العربية اسمع للحين الاكل اللي تعطيها اياه كل يوم يطيح منك قراط سيئة ويزود عندك قراط حسنة ولا بد انك تحسن معقود في نواصيها نواصي الخيل ذي معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة خيل عظيمة بس الناس ما بعضهم ياخذها من باب طقطقة وياخذها من الرزق البيت اللي فيه خيل ربي يدبر رزق الخيل اقسم بها الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا والعاديات ضبحا وش الضبح؟ صوت الخيل لا منها ركضت قط وهي تعدي لا لا هذا ها ايه ايه العاديات ضبحا فالموريات قدحا في الموريات يعني في الحصى لا ضربت الحصى اقدحت في الموريات قدحا فالمغيرات صبحا لا جاء الصبح غارت فاثرنا به نقع اثرها يعني النقع اللي هو الغبار وشوفوا رحمه الله فيها الخيل يقول انكسرت رجله خلاص اذبحها خليها تكمل اهم اعضاء الخيل يديه ورجله كل شيء ينتغاضى عنه ما عدا القوائم سبحان الله يقولك مستحيل تنجبر الحيوان الوحيد ما خاب ظني اللي مستحيل ينجبر ما تندفن لنجبر انت ذكرتني يقول لنجبر اذا ما تندفن بعد ولا لا لا ما ادري لكن من المحبه لا في بعضهم قبل يقولون بعضهم من حبه له يحفر له ويدفن من الاسرائيليات العرب انا اعرف لك عيال اعرفك رجال مات عنده حصان بس حصانه يحبه مات عنده حفر له في الاسطبل تخيل هو اسطبله بري جاء مقابل للمجالس وحفر له ودفنه في نفس الاسطبل وناصر بعلمك انت قبل شوي تقول انجبر او اجبر ذكرتني اللي يقول انا ترى لا سمعت الصدى تهيأ يا ابو ناصر خذ راحتك تراها مغرب فرصات النذر انا شهد الفرص ما هي بتعرض كل مره لنجبر قلب الله أيام مبطي ما جبر طيب. من فضل ربي تعالى ومن كرامته عادت جروحه وسالت مثل سيل الحبر عاد لوم القلب لا ضاق يا لوامته يطري اللي عن طواريه ما روح شبر في تبسامه وحكيه وفي سلهامته أطرق يزهى عليها المعاند والكبر ماخذ من جده العود قوة هامته خصرها ضوق يا رياجيل من ثقب لبر وعينها وسع من عقول الرجال الصامته سلموا عليه ولهته منه خبر خابره يشكي وانا ودي بسلامته الهوى غالي ومن يرخصه وجه غبر ارفعوا سعره لسنتوه يا سوامته وهني الطير لا ضاق بجناحه عبر ما هو مثل اللي ينضاق على الضعمامته يا سلو صح الله يسامك طرها يوم يسلمون من الخيل وليد قد علمني بسالفة يقول انك لا تأخرت انت عليها بالعلي قهدي تضرب الباب عندي حصان سعد اهنا علمك وأرقد ذاك اليوم في بيت الشعر حق وليد سعد قد الساعة ست الصباح أو ست ونص هلا كان واحد لحنا واحد كان يدق علي 9000 باب قف 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 تضرب بيديها قم أنا بهقوم سعد تفكرت فإذا العامل جاين بالعليقة معه وهي يوزع. الخيل تضرب بيدها أنا الصدق كنت والله ما مصدقه لكن وقتها صدقت
صدق والله اني اعرف عندنا بحر عندنا عندنا بحر بحر هذا اللي عندنا لسعة سفر البقم ولد عم وباعه على طامي بن فهد العضياني العتيب هو سعد شاريه ايه شراه سعد وعسافناها عندنا ونعرفه لا طق الباب من يوم يطقه بحافره كذا ندري ما عنده ماء خاصه لو صرنا سامرين وقام يطق الباب درينا ما عنده ماء يقوم سعد لا صار السايس يقوم يحط له ماء يا اخي بس يعرف كل شيء الخيل تعرف كل شيء تعرف صاحبه صاحبه يعرفه يسمع صوتي تلقاه يحمحم ويصهل لين تجي انا جاني عند عنا معلومه انه معاون واحد من الشباب هي احمد رجلي حقت خيول يقول كان في عندنا عرض توقع قدام مرتبه يعني يقولوا واقفين وكلنا مرتبين وانا على ظهر الخيل يقول يوم الشخص المرتبة ذا يمشي وهي تشنقل بفوق من نفسها هو الرجال خيال الرجال خيال يقول أول ما وطت رجلها الأرض يقول أرجع من نفسي وارفعها فوق يقول هي لا سويت هالشيء بتقيس الخوف أنت شو تسوي ارجع من نفسك خلها تعيد الشيء مرة ثانية صح. يقول هي مبطي أشوف العالم تطرحهم من على ظهرها يقول أول ما أخبطت الأرض وأنا أرفعها مرة ثانية وأرجع أخبطها إن المرة هذه ترى أنا اللي متعمدها تعطيها رساله انا اعطيها رساله ان انت عانتيني انا الحين اعاندك أيه؟ يقول عقبه وتمشي معي سيده الخيل الخيل اذا 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 صمل على شيء وعطيته على هواء اذا صمل على شيء اذا صمل على شيء وخليته على هواء خلاص ما عاد يتوب لان في العسف دايم العكس في حاجه جافل منها لازم اوطيها هي ايه لو نذال من الضوذي لو نذال مثلا جينا من اكو جبل منظر قبل شوي يوم حمد ايه حمد قبل شوي وش ذلت منه ذلت من الجلده الصفراء ذي ايه ما عليها تعرف البراد بس يوم شافت الجلده الصفراء كعت وزاد عليها وش هو صياح العيال جلت صرت اذنيها على طول بس اني يوم جيتها ها شلون اذنيها حرمه يا اخوي انا عندي اسطاب الخيل وعندي لا ادري بس هي يعني تصرفاتها ايه تصرف الاذن هي تسولف يعني الاذن 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 لا طرحتها كذا ادري انها خايفة من شيء ولا انها بتهجم اذا طرحتها هو اذكى لو تتابعه اسبق من الرادار اذنها من هو؟ الدرجة الخيل الدرجة وانت راكب بعض الخيل يقلب اذن واحده لك واحده قدام ويسمع اي شيء انت ما تسمعه ويجفل مثلا انت تعدي من هنا جفل من حاجه هناك جفل من رده عليها ايه جفل كذا ورحت سيده خلاص لا رده لين يعرفها وشي طيب ممكن طلب ابيك ترد على الناس اللي يقولون الحيوان ما يحس ولا عنده مشاعر لا يحس ليه ما يحس اذا ما يحس يبكي هذا اللي تصادم الناقه تبكي ايه الناقه تخرج على ولدها وش عرف الانسان البكاء الا البل بس يا وليد ليه دقيقه يا احمد ليه, ليه العزاء ثلاث ايام ليه العزاء ثلاث ايام ليه ما باربع ايام ليه ما بيوم ليه ما بيومين ليه ما باسبوع ليه ثلاث ايام وينتهي ليه ها ليه المعلومه اللي عندي انا عاد مدري هي موثقه ولا انها من 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 نسمع يعني معلومه غير موثقه العرب الاول يقولوا ان معلمت الانسان البل لان هي الناقه تخرج ثلاث ايام رابع يوم تدله ثلاث ايام خروج تخرج على ولدها ثلاث ايام تدل في الدمعه وتحب عقب ثلاث ايام تنسى صار العزاء ثلاث ايام سبحان الله هذا اللي احنا نعرفه نسمع عند الشباب نفس الغراب يوم ان علم ايه هابيل وما بيلها على مدهنا اقول لك سالفه ناقه اللي قتلته ود الريال الريال اللي عنده ولده صح. وقتلته صح. ها ايه خبره علمتني انت فيها وانا خبره وش هي السالفه سالفه اللي سولف علينا ذاك اليوم منه ايوه يوم انت تسولف علينا يوم الريال ايه اسلم عنده ولد وتبرك عليه ناقه هذا اللي صدمني اظني هو عنده وحيد هاي وحيد وحيد وهبته وذبحته اقسم بالله وهبته نعم وبركته يا وقتلت ولد صغير وراح ولدها الوحيد وتم عنده وتم حزين ولا بتقول انه ضاع الناقه ولا فكه ولا نحاها لا ومن يا الحول من يا موسى من افرق طال عمرك ها ولقحته ويابت وشولت من يابت حاشا ان كان بكر وقعود انحرق قدام انحرق وتم عليها ما ادري كم خم... يا كم ثلاث مرات ثلاث مرات ظني تلد وينحرق قدامها لين اخر شيء وهي تدمع تبكي علينا اخر شيء ماتت من 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 الحسره ومن الضيق يقولون انهم يوم شقوا بطنها سابدها مغرقطه
كبدها رايح متحسر عليه وهي يقولوا بهم ما بهم والله ها امس واليوم وش السؤال هذا يا اخوي انت تقول الوليد حصان يحس يقولك عامر قاعد تسولف ايه تسولف وتقول اني احس ايه تكلم الشيء الثاني انا والله عندي سؤال والله ثاني يا الربع الحين انا لاحظ اهل الخيل دائما لما تنكسر رجل الخيل يذبحه ولا يتركه لا ما يتركه لا تذبح تذبح على طول انا اشوف في ناس تتركه بهالشارع وحتى ناس يجون يلقونه ويذبحونه رحمه فيه يذبحونه اللي يشوفه يذبح السؤال هي ما تنجبر ليش ما تنجبر سبحان الله خلقه لان الجسم ذا كله اللي انت تشوفه واقف على القوايم ذي والقوايم وشي عظم وتر اوتار اوتار و و و و وعظم اهم شيء هذا هو اهم شيء الرمانه ذي لا فرطت خلاص يا اهم ما في الخيل حوافر ليش يقلمونه ليش الحافر كل شهر نعم ليش الحافر يقلمون ويركبون الحديد ويقلمون يعني كل شهر يقلم يجي المقلم يحدد الحافر ويزينه صح ليه كل فتره كم يا وليد ايه عشان التو... كل شهر انا كان اطلع لفترتك هذاك اللي ايش اسمه كحنا لا صرت مهتم كل شهر كل شهر كل ناصر ابو ناصر في نبذه تعريفيه ابو ناصر في نبذه تعريفيه بيعلمنا اياها حمد الاكلوي هذه طبعا ما هناك عاهم عليها طبعا هذه اسمها استفهام رئيس مجلس الاداره ابراهيم الحسين الله يبيض وجهه اصيله ومثل ما شفت يا ابو ناصر انت راعي خير ما شاء الله تبارك الرحمن طيب هالمرس والله يبيض وجهه طيب هو اذكر والله يا الربع هو عز الله انه طيب الله يبيض وجهه اسمها استفهام استفهام الله حلو من اللي قد جرب من اللي قد جرب لحم الخيل احد منكم قد جربه؟ لا والله ما خلنا من لحم الخيل وليش والله نصلي ترى يجوز ياكل انا قد جربته على المسافه مع اخي يا قوي انا في يوم من الايام رايحين للطايف انا واهلي بعدين بطايف اسبوعين ويقول زوج خالتي يا جماعه نبي نروح وين؟ للشفا ايش عندك ما عندك؟ قال نبي نروح للشفا نبي نقعد لنا ثلاث ايام يومين نغير جو هنا قلت تمام قاعد نروح للشفا يوم رحنا الشفاء الا في مكان نفس الوادي وما الوادي هناك الخيول وما الخيول إيه إيه. وقعدات على الشارع اللي هي شوي وما شوي اللي على جنب الخط إيه. يا سلام عليك وخالد يوم وصلنا هناك يقول نسيبي ظاهري ايش رايك اخليك تركب الخيل وانا والله كم كان عمري 10 سنين 11 سنه وخالد ويوم جاب لي الخيل ركب الخيل والله العظيم ما بالغ يمكن بعد الوادي عني وانا راكب الخيل مني ليه انت يا مكان شو اسمه الانتقاد ويمكن انت هذا مكانه ما اعرف له كلش نهائيا واول مره بحياتي اركب خيل ما معك عامل لا ما فيه زوج خالتي واقف يساري وانا فوق على ظهر الخيل ومحط رجليني بالدواسه نهائيا ماسك بس الحبل الوكاد يا جماعه واحد اثنين ثلاثه ويوم يلسبه بالعصايه للرجال يقول كذي وقفه صايح وطقه كل ما طقيته يزيد وانا على بالي لا ضربته بيوقف واضرب لك يا ضربه يا وليد يوم وجه يا جماعه للوادي والله العظيم لا يمين ولا يسار ولا فكر يوقف يوم قرب للوادي يمكن مني لا ادخل اعود لا اراديا وليد والله العظيم ما ادري شلون رفعت نفسي حذف نفسي من الخيل الا الخيل موقف عند حافه الوادي كان داح بريك وانت ابي مجال لا لوني على ظهره ابي مجال طحت لا متقطع هذا كله دمان وركب بشكل مثل هذا من المكان هذا للمستشفى على طول تدري ليه احمد ما هم بده يتصرف قلت منها والله العظيم ما عاد اركب خيل نهائيا دور سنين دور سنين دور سنين وانا قاعد اقو بعد ردينا الكويت ما هكذا ويجيني اخوي ظاهرني بنروح وين عندنا للجاخور بكبد عندهم مربط خيول من هالكلام كبد عندكم اسطبلات صح اي وخيولهم ما شاء الله تبارك الرحمة الوكاد يوم وراني الخيل لونه اسود هم وليد ودك بس تطالع مو ودك تركب بس ود من جمال ودك تطالع ويقول لي ضاري يا مان اركب قلت يا ولد ما اعرف قال لي تكفى اركب ما عليك انا بعلمك شنو تسوي ما تسوي ومن هذاك الوقت اليوم كاد وانا والخيل عشق لا ينت خيل عالم لا ينت يا ولد عالم ثاني يا ولد الخيل ما انت واللعبة هي الخيل والناقة ايش اللي تولع اللي تولع بها ما عاد يفكها نش مره وليد انا الحين قلت لك كم
شهر او شهرين ما شفت خيولك ولا شيء صح؟ اول ما دخل حمد طبعا فرحتنا له فرحه، ولكن وليد اظنها فرحتين. يا ربك عبد الله صح ولا لا؟ واعرف انا، انا اعرف الشعور اللي بيقفلون عليها ولها يبدا اخر. اي مذكر علي الشعور كم شفت الخيل؟ شعوري مستانس. لا بعلمكم لقد عمر ودي كمان يبي يقول يوم جليل وحنا في الاسطبل سامري يوم جت الساعة 10 مدري 10 وعلاها طفشاني ما عندنا اركب انا واثنين من عيال شيبين وساعة سافر رشدان بن صالح الرحمن يبقي حنا نركب حنا والله ما ادري وين رايحين المهم نطلع من الاسطبلات وحنا ناخذ الدورات حقت العويض محمد خابرين انتم هالخير هنا والله انا ما ادري وين رايحين يا ولد يوم مريناهم لين يشوف العربات ذي اللي فيها انوار وفيها خيل وفيها دعوه وعرب ملم عرب قلت لف 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 يا ابو يسوق والله الظاهر انها رشدان ما ادري نسيت حلا المهم قلت نسير بالخيل نسير بالخيل يا ولد وين القاه؟ لقى حصان اصفر عجبنا لكن حاطن في حافره هربله فيه مشكله ام مسوس في حافره ولا عي عليه طرده واحد من العيال شيباني والله ما ودي ازل وصل 15 او 16 وعي عليه المهم شاهدنا وقفنا ذاك السوداني قال تبغون خيل عندنا خيل هنا لا في خيل يرى يجي ما مر علي مثل الحصان ذاك ما فيه مخ مخ ما فيه فيه سلك يعني يشبك يفصل ادري مجننهم هم يطقون الطق الويل علي الحرام من جنوبه رايحه الندم هم لهم حاطينه في درف كبار يوم جيتهم اقبرنا عليه يوم ظهرنا مع العقم ونزلنا والتفت معي ساعة سافر يمشي مثل وانا التفت انا وياهم لذاك الحصان اللي مصلوبه في الشجره صالبينه بسيم عليه الرشمه حاطين فيه سيم صالبينه واقف للقطوع اللي ما تبلهي الحصان الملموم اللي ظهره مغرضه طوله القطوع اللي وش تبى بس الوجه بلوك الوجه صبه ما في ناس مثل الفرس اللي جت قبيل القطوع الرجال اللي راعي الخيل ما يجنب على الحصان احنا نميل عليه قال يا زول هنا قلنا بنجي كل عيال نروح معهم نميل لما اللي يجن عليه وجيناهم لا يده ذي ذا كبره ما شاء الله جايه ايه عرفت ايش تسولف عنه المهم اللي تسولف عنه بلا 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 اللي يوم شفناه بالاسطبل لا لا بعته ما شفته ما شفته والله ما شفته في جزء ثاني في جزء ثاني خليني اشوف